نبدا ان شاء الله اليوم بالسبورتنيتنج كونجكشنز اوف تايم اوف بليس. راح نحكي هسه عن اللي يحكن عن اللي احنا نقول عليهن البليس اللي هن المكان. طيب شنو هي الظروف اللي تحكي اللي تتكلم لك عن الظروف عن ظروف المكان؟ طبعا احنا عندنا الوير وعندنا الوير افر، هذني كلمتين نستخدمهن للمكان. فمثلا when means من نقول where means a definite place. شنو معنى definite place؟ يعني مكان محدد. من أقول يعني شنو؟ من أقول يعني الوير معناها المكان اللي أنا أعرفه أو اللي بي أنا يعني محدد، هذا المكان محدد. أبي المثال يقول I prefer to live where the sun shines. أنا أحب المكان الوير، مستخدم للوير the sun shines، المكان الذي تلمع فيه الشمس، المكان الذي تشرق فيه الشمس. إذا حدد المكان، نعم حدد، من قال لي the sun shines. لو ما محدده كان قلت wherever. الجملة الثانية قايل لك ال whenever means any place، تستخدم ال whenever أي مكان. قايل لك wherever it is sunny، وين ما هي مشمسة أو دافئة I am happy، أنا سعيد. هل محدد المكان؟ لا ما محدد لي المكان. مرة أخرى ال where مكان محدد، الويرفر مكان غير محدد، الوينفر مكان غير محدد. هذا هو الوير وهذا هو الويرفر. زين نجي عندنا هذا تمرين طبعا على هذا الموضوع، يقول لنا complete the sentences with where or wherever، كمل لي هذا بالوير او الويرفر. طبعا هذا التمرين المفروض هو الطالب يحله، احنا راح نحل عليه مثال و put the package، ضع الأمتعة wherever لو where you want، wherever لو where you want. الآن ما محدد المكان، put wherever من you want، المكان اللي انت تريده. إذن هذا ما محدد، إذن راح أقول wherever. ليش wherever؟ لأن المكان غير محدد، لأن المكان غير محدد. الحلول هذه كلها موجودة عندي وكاملة وحلول نموذجية، بس أنا ما أحب أنطحل، أريد الطالب هو يحل، هو يبحث، هو يتعب نفسه شوية، مو كل شيء جاهز. بعدها نحل هذا التمرين. نبدأ هسه بالsubordinating conjunctions of reason and purpose. راح نحكي عن أدوات الربط اللي تستخدم للسبب والpurpose اللي هو purpose اللي هو الغرض، يعني الغرض من ذلك الشيء. أول ملاحظة بنطيني إياها قايل لك the subordinating conjunctions because and since introduce the reason for situations expressed in the independent clause. Since will be cause يستخدم لإعطاء سبب أو لإعطاء سبب للجملة المستقلة، ينطن سبب للجملة المستقلة اللي هي ال independent clause. هاي ملاحظة مهمة، يا بترى ال because وال since تنطق لك سبب لل independent clause، لل dependent clause. هسه راح نجي the subordinate conjunctions of reason، ذكرنا عندنا since وال because وهنا ينطن لسبب. My brother are studying in California because they do not like snow. اخواني يدرسون في مدينة بغداد. ليش يدرسون بغداد؟ هم لين من البصرة وما يحبون الجو الحار، فراحة وين؟ البغداد. فهاي بالضبط، يعني احنا مو ذكرنا
مو ذكرنا بأنه أنا عندي هسه هاي because they studying like they do not like snow. هسه هاي الجملة هي dependent لو independent. حلو. إذا because they do not like snow هاي جملة dependent. نعم زين. هسه احنا الجمله مال my brother are studying in California. اخواني يدرسون بكاليفورنيا. هذه الجمله هي independent بمعنى جمله مستقله ذات معنى. هاي الجمله الاولى مالتي. من قلت because they do not like snow هذه هي جواب للسؤال، جواب للجملة الأولى. إذن الجملة الأولى راح تجيني الوراها راح يكون جواب اللي وراها، يعني جملة البيكوز هي جواب، سواء البيكوز إذا أجتني بالبداية أو بالنهاية أو بالوسط هي دائما جواب. يعني اللي هي سبب، خلينا نقول عفوا سبب وليس جواب. يقول since it is so beautiful here، لأن هنا كلش حلو الجو. My birds are going to move. يعني هذا وينكم منطق هيجي؟ لأن beautiful there. نعم. لأنه كلش الجو جميل هناك. My birds are going to move. سينتقل والدي إلى هنالك. راح والدي أبوي وأمي راح يسافرون لغير منطقة لأن هناك المنطقة أجمل. إذن وين السبب او شنو الريزن behind that هو since it is beautiful there. يعني دائما جمله since او جمله because هي السبب يعني دائما السبب ينطق اياه بالجمله مالت اداه الربط. My brother are studying in California because they do not like snow. اذا السبب دائما يكون ويا اداه الربط، ومثل ما احنا نعرف السنس جتني بالبداية خليت بالنص كوما وإلى آخره. The subordinate conjunction sense can mean both reason and time. هنا عندنا ملاحظة مهمة جدا. قال لك يا ترى كلمة سنس تجي للتايم وللسبب. زين شلون راح نعرفها هي للتايم وشلون راح نعرفها هي للسبب؟ من خلال سياق الجملة. He took another course in English. أخذ كورس جديد باللغة الإنجليزية. Since his TOEFL score was low. لأن درجته كانت ضعيفة. إذن هنا since هي للسبب لو للوقت. هنا دلالة عن الوقت. عن السبب عفوا. عن السبب. عن الريزن. ليش أخذ الدورة ثانية؟ لأنه أنا رسبت بالامتحان. He has been studying very hard. كان يدرس since the new course began. منذ أن بدأ الكورس الجديد. من عندي began بدأ معناها وقت. إذا مفتاح الحل هو began. الجملة الأولى مفتاح الحل was so low. درجته كانت كلش ضعيفة. بما أن درجته ضعيفة إذا هاي دلالة على السبب. أما الجملة الثانية began مفتاح الحل. إذا since هنا دلالة عن الوقت. بيش من عرفتها من began يبدأ اللي هي دلالة عن الوقت. ملاحظة رقم 3. The subordinate conjunction so that and in order that are similar in the meaning to in order to and show the purpose for the action in independent clause. طيب شنو معنى هذا الكلام؟ The subordinate conjunction so that عبارة so that عبارة so that so that وin order that هاي so that هاي so that and in order that و in order that are similar in meaning to in order to. نفس الشيء تشبه معنى in order to. أعتقد الكلام واضح. مع ذلك راح أعيدها مرة أخرى. رقم 3. The subordinate conjunction so that and in order that so that in order that متشابهة بالمعنى لكلمة in order to. So that والان اوردر ذات ذني بنات عم. اوكي هذني يشبهن بنت عمهن الثانيه اللي هي ان اوردر تو. ليش؟ لانهم they show the purpose. لانهم ينطن البيربز اللي ينطن الغرض. لانهن ينطن الغرض.
مو ينطني السبب، ينطني الغرض، الغرض من ذلك الشيء، الغرض يعني ورا السبب. أنا عندي السبب، الغرض من ذلك السبب، الغرض من عنده. My parents are going to move to California. أبوي وأمي راح ينتقلون لكاليفورنيا. So that الغرض من ذلك ليش؟ ليش راحون؟ شنو الغرض من ذلك؟ They can be closer to my brothers. حتى يروحون هناك على مود إخواني. ليش أنت مو قبل شوية قالوا رايحين على مود الجو حلو؟ أيا كلاوتشية. لعدة طلعت مو على مود الجو، رايحين على مود الإخوان، على مود أولادكم. زين عيني. فهنا طبعا الظاهر الجماعة هنا كلاوتشية وأهل دروب. إذن إحنا عرفنا بأن عبارة so that انطتني معنى in order to. شنو معنى in order to؟ شنو معنى so that؟ حتى تبين الغرض من ذلك الشيء، لذلك معناها. إذن أبوي وأمي راحوا الكاليفورنيا لغرض أو لأن لغرض أن يكونون قريبين من أبوي من إخواني. إذن so that معناها in order to، لكي، حتى يكونوا قريبين من إخواني. A lawyer has advised my parents about selling their business. المحامي نصح أبوي وأمي أنه يبيعون بيتهم أو يبيعون عملهم in order to شركتهم so that maybe avoid logical problem، حتى يتجنبون المشاكل القانونية، ضرائب وإلى آخره. إذن عبارة in order that انطتني نفس ال in order that انطتني نفس معنى in order to، انطتني نفس معنى in order to. إذا جاب لي بالامتحان in order to قال لي استبدلها بأداة ربط أخرى، أقدر أقول له so that أو أقدر أقول له in order that، نفس الشيء بدون ما يختلف أي معنى. ده يعطيني ملاحظة أقول لك يا أخوي العزيز هاي معلومة تفيدك، ترى ال in order to وال so that وال in order that ترى نفس الشيء، اي وحده تستخدمها بالثاني ترى معكم مشكله. هاي ملاحظته اللي يريد ينطيني اياها. رقم 4، the subordinating conjunctions so that usually followed by modal auxiliary. ملاحظه كلش مهمه، من تجيك so that ملاحظه مهمه، من تجيك so that دائما خلي وياها ادوات auxiliaries اللي هن الكان والكود والمي والمايت والول. هاي ملاحظة جدا 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 مهمة، كلش مهمة. من تجيك السادات خلي لها model auxiliaries، الكان والكود وجماعتها، الكان والكود وجماعتها، الكان والكود وجماعتها. هاي ملاحظة كلش مهمة. مثال عليها، we make our airline reservation early so that we can. إذن so that جتني قبل أخذنا وياها الكان، أخذنا وياها الكان. هنا أخذنا الكان لأن عندي so that، أو أقدر أقول could should would. ذني كل الأفعال الناقصة راح نستخدم الهن so that هنا بهذا السياق. نجي رقم 5، the subordinating conjunction in order that has the same meaning as so that. إذا نفس المعنى مال so that، يعني in order that هي نفسها so that. زين شنو الفرق؟ but it is more less formal، ولكن شوية مو رسمية. يعني so in order that شوية مو رسمية، يعني ما نستخدمها بالكتب الرسمية وبين الجامعات وبين الدول، ما يستخدمون in order that، يستخدمون as that، يستخدمون as so that. طبعا وملاحظة أيضا مهمة، ال in order that دائما يفضل أن تجيني وياها المايت والمين. أيضا ملاحظة مهمة، هاي الملاحظة لا تركزون عليها بقد ما لازم تركزوا لي على عبارة in order that تجي وياها المي، ونركز على عبارة so that تجيني وياها الكان والكود والمي والمايت والويل.
يعني السودات تجي وياها كل الافعال الناقصه السودات، بس الان اوردر ذات دائما يجينا وياها المي والمايت. هاي ان اوردر ذات تجي وياها مي وين، هذه السودات تجي وياها كان كود والى اخره والى اخره. ما عندنا بعد شيء، عندنا ايضا السو ايضا هي تعتبر حاله اداه من ادوات الربط. وي ميد ايرلاين ريزرفيشن ايرلي سو وي وود شور اوف سيت. طبعا هاي السو استخدمت بالنص اللي قبلها يكون اندبندنت كلوز، اللي وراها ديبندنت كلوز، ما راح نخليه فارز لان جتنا اداه الربط بالنص. عندنا تمرين الرابع اللي هو ايضا طالب من عندي بهذا التمرين. بعض الامور طبعا هذه الامور راح نناقشها ونتكلم عليها مع التمارين اللي اخذناهن بالمحاضرة الجاية ان شاء الله.